عبد الله محمد شباب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين وخير من سعد به قدم إلى يوم الدين. بداية نشكركم على حسن الاستقبال، وما شعرنا إلا أننا دخلنا عند أهلنا. وبداية كل شيء أعتذر منكم فردا فردا وكلكم قامات على التأخير الذي حصل لأسباب خارجة عن إرادتي. ثانياً أطلب وأتمنى من الجميع أن نقرأ الفاتحة على روح المرحوم حمزة رحمه الله تعالى. إخواني وأهلي وأهلنا أهل العادات والعرف والسبر، جرت العادة وجرت العرف والمقولة الدائمة في بلدنا الطيب إنه اللي يحصل معاه مشكلة يقول يا رب إنها مشكلتي حصلت مع ناس من أهل العادة وأهل العرف وأهل الكرم، وأنتم أهلا لكل ذلك. لقد أتينا هذه الجاهة الكريمة لكم كرامة وحبا وتحصينا لحقوقكم على اثر الحادث السير المؤسف الذي ادى بحياه ابنكم والذي هو ابننا، متمثلين في رب العزه في سوره ال عمران عندما وصف اهل الجنه المتقين وقال من صفاتهم والذين في السراء والذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وان شاء الله ان احنا وانتم من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. هذه الجاهه الكريمه جاءت معترفه وجاءت لكم ولطلباتكم ما كانت كرامة لكم وواجبا لكم وحفظا لحقوقكم. ونرجو منكم أن تنظروا أنه قضاء وقدر وأنه حادث سير وأنها تحصل ما دام يدور دولاب على الأرض، وكلنا أمل فيكم وطلباتكم كلها عندنا إن شاء الله مجابة. والسلام عليكم ورحمة الله. عن ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتي أجرا عظيما. والصلاة والسلام على رسولنا المعظم صلى الله عليه وسلم. من أصالك عن نفسي ولله مع الأبناء عمومتي من أبناء قبيلة الجارمين ومن جاء معهم من الأصدقاء والإخوة والأشقاء، وأرحب بالجاهة الكريمة فردا فردا، وكل واحد من الجاه هو بحد ذاته جاهة لوحده. فأهلا وسهلا بكم، وإن شاء الله دائما مساعيكم بالخير تتكلم بها النجاح. ونحن في الوقت الذي نترحم فيه على ابننا حمزة أبو الربع، فإننا نؤمن بقضاء الله وقدره، وهذا أمر تعلمناه من شريعتنا الغراء ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
إن في هذا المقام نؤمن بالقضاء خيره وشره، لكننا يا سعادة الأخ نؤمن أيضا أن الأخذ بالأسباب واجب. ولا أكتمك سرا إذا أقول أننا لنا عتب وعتب كبير على الشخص الذي تسبب بهذا الحادث، وهو أمير من أمراء الجيش وعميد وآمر للكلية العسكرية في جامعة موتا. عندما حدث الحادث، وهذا أمر يحدث مع كل الناس، تأتي سيارة مدنية وتأخذ المتسبب بالحادث إلى المستشفى، ولا يحمل ابننا الذي توفاه الله ولا ينقله معه، وهذا الأمر مستهجن على عاداتنا الأردنية. الذي يقوم بحادث سير، ونحن نتعلم منه دائما، يقوم بإيقاظ المصاب، وهو لا يعلم حتى وصوله لحظة المستشفى أنه كان متوفي أو غير متوفي. أنا كانت أملي لهذا الشخص الذي وصل إلى هذه المكانة وإلى هذه المرتبة عندما حدث الحادث وتم إيقاظه بسيارة مدنية، وهو الآن بخير وصحة وعايش بين أهله، أن يقوم بأخذ هذا المصاب وتحميله ونقله إلى المستشفى. وأعتقد أنكم تشاركوني في هذا الأمر، وخاصة أنه كان يسير بسرعة كبيرة لدرجة أن حتى أعمد على جانب الطريق يعني تم قص عمود حديد بشكل، أنا عندما شفت الصور ذهبت. ولكن الكرامة بين الأردنيين موجودة، وهذا ما تعلمناه من جلالة الملك حفظه الله في التسامح مع المخطئ وفي التعامل بالصورة الصحيحة. أما وقد فوضني أبناء العمومة عشيرة أبو الربع الكرام الذين صبروا منذ اللحظة الأولى، وأخي عواد أبو الربع وين أبو صبر؟ موجود. منذ اللحظة الأولى عند الحادث قام بأخي ماجد الرواجد بالاتصال بي وأبلغه منذ هذه اللحظة الأولى أنه ضد توقيف السائق وأنه يطلق صراحه إكراما لوجه الله سبحانه وتعالى. ولو حضروا الدفن لكانت الصوفة على الدفن مباشرة، وهذه ليست أول مرة تحدث عند الجرائم. هنا في هذا المكان حدثت الصوفة في أول يوم، ومن قبل أناس وزملاء لنا حتى في مجلس النواب تعرفونهم. ولكن زيارتكم وجاهدكم مقدرة، وأنتم كلكم ذوات، ويعني أشكر للجاه الكريم فردا فردا هذا القبور، وأرحب بكم وعلى لسان أبناء عمومتي عشيرة أبو الربع خاصة وقبيلة الجراوين عامة نعطيكم عطوة اعتراف لمدة شهرين، وإن شاء الله خلال هذه الشهرين يتم التداول بيننا. ربما الله في أيام قليلة يحصل ما ترغبون وما نرغب نحن أيضا، لأننا لسنا بيننا وبين المتسبب أي ثأر، وهذا أمر من غير تخطيط ومن غير يعني عمل مخطط له مسبقا، لكنه أمر الله سبحانه وتعالى. فأهلا وسهلا بكم، وأشكر مجهودكم بلسان الجراوين على عطوة اعتراف لمدة شهرين، وإن شاء الله خلالها نتداول ويحدث بيننا ما يحدث من اتفاق، والله ولي الصالحين. الله يجزاك خير. الشكر يا سيدي. وهذا ليس بغريب على عشائر بئر السبع، هذه العشائر الطيبة أهل العادة والعرف، جزاكم الله خير والله يرحم ميتكم، وكل الشكر على هذا الموقف العظيم. حياكم حياكم. في تمام الساعة السابعة المساء يوم الأحد الموافق 13/2/2022 توجهت الجهة الكريمة من أصحاب السعادة والشيوخ والوجهاء الموقعين هناك إلى ديوان قبيلة الجراوين، حيث كان باستقبالهم جمع غفير من النواب والشيوخ والوجهاء من
قبيلة الدراوية، وبعد التداول بن حارث السيد والذي تسبب به السائق العميد رزق عبد الرحمن عبد القادر الرواشد، والذي أدى إلى وفاة الشاب المرحوم حمزة عبد القادر عوض أبو الردى. تكرم ذوي المتوفي وعلى لسان صاحب النائب خير المصاريف بإعطاء عقبة اعتراف لمدة شهرين، ولا مانع من ذوي المتوفي من تكفيل السائق المتزكي. حمد الله الأردن واحد أمن وأمان، تحت ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله ثالث بن حسن.